احنا جايين النهارده علشان نوزع لحوم الاضاحي. ابتدينا في محافظه الفيوم، ان شاء الله مكملين لحد محافظات الصعيد كلها. جينا النهارده قريه سميده صالح في الفيوم، بنوزع دلوقتي 250 كيلو لحمه. كنا حابين نشارك الناس فرحتهم، واحنا ان شاء الله مستمرين ومكملين مع بعض لحد التوزيع ان شاء الله شغال لحد اول يوم العيد كل محافظات الصعيد. جايين نوزع لحوم اضاحي العيد على اول محافظه لينا محافظه الفيوم. احنا النهارده في قريه العدوى بنوزع حوالي 250 كيلو، ولسه مكملين مع الناس لحد خط الصعيد كله، مكملين توزيع لحد اول يوم العيد ان شاء الله. هنشارك الناس ونوزع لحمه، ونبقى متاكدين ان الناس في العيد هتاكل لحمه زيها زي اي حد موجود.